الحقيقة يا أستاذ عبد الوهاب، يعني إحنا سعداء جدا إن حضرتك معانا في البرنامج النهاردة. شكرا. وأولا في حاجة يعني اللي عايزين نسأل عليها، اللي شفناها أخيرا بالنسبة للأغنية اللي بيغنيها أكتر من مطرب واحد. يعني شفنا مثلا إن أغنية لا تكذبي غنتها نجاة صغيرة وغناها عبد الحليم حافظ، فمش عارفة يا أستاذ عبد الوهاب إيه رأي حضرتك في الحكاية دي، وهل يعني هي مفيدة بالنسبة للحن نفسه وبالنسبة للناس وبالنسبة للملحن؟ طبعا هو بلا جدال ان يعني اللحن اللي بيتأدى بأكتر من صوت لا يخلو من مزايا، مزايا كثيرة، يعني مزايا للجمهور وللملحن وللمطرب وللفن في ذاته. فمثلا كلنا نعرف ان كل مطرب له جمهور يحب صوته، وفي بعض الأحيان الجمهور ده بيتمنى انه يسمع من هذا الصوت لحن معين يكون بيغنيه مطرب اخر. فبالطريقة دي طبعا هنتيح فرصة للجمهور بانه يسمع اللحن اللي يعجبه من الصوت اللي يعجبه. فادي مزية مثلا ده بالنسبة للجمهور. ولسه كمان وفي برضو للجمهور المزية الاخرى اللي انا بعتقدها، انه بالنسبة للجمهور مش مجرد سماع أغنية من صوت، ده بيسمع عقول، لأن كل مغني له مفهوم وله مشاعر وله تأدية وله ذكاء. فالواقع الجمهور هنا مش بيسمع بس لحن وصوت، بيسمع عقول، مبلغ مشاعر مغني عن مغني وذكاء مغني عن مغني وتأدية مغني عن مغني. كل دي متعة برضه، وده كمان أنا بعتقد إنه بيربي في الجمهور حاسة جديدة، وهي حاسة الحكم، حاسة القضاء. يعني أما الجمهور بيشوف الفوارق دي بين صوت وصوت وتأدية وتأدية وذكاء وذكاء وعمق وعمق، بيحس او بتتولد فيه حساسية جديدة، وهي حساسية الحكم. وبيقدر هو نفسه بقى يبتدي له دور، يبقى له دور في الموضوع، انه يشوف مين اللي غنى احسن، مين اللي ادى احسن، مين اللي فهم الاغنية احسن الى اخره. وبالنسبة للمطرب يا أستاذ عبد الوهاب، ولو إن ده طبعا بالنسبة للمطرب المنافسة وحب الإضافة وحب الامتياز بلا جدال، دي برضو أفتكر لها قيمتها. لكن الواقع إن مش دي الفائدة الكبيرة. أنا بعتقد إن الفائدة الكبيرة، الفائدة الفنية، هي أما موزعين عديدين يتناولوا أغنية واحدة بالتوزيع، لأنه هنا بيحصل تغيير في الجو كله، الجو القطعة كلها بتتغير، لأنه بتبقى ذات الملحن، ذات الموزع وشخصيته بيبقى لها دور كبير جدا في تغيير جو اللحن كله، خصوصا وإذا احنا حسينا بأن كل حقبة من الزمن بيبقى لها مفهوم للتوزيع. فلو موزع مثلا تناول لحن بعد كذا سنة هيوزعه بشكل يختلف جدا. واحنا دلوقتي مثلا فيه مثلا التانجو. أيوه. التانجو ده مثلا قالب من الغناء الرقصي، معروف بانه قالب حالم جميل كده ورقيق وعاطفي. وحتى افتكر في المحلات اللي بيرقصوا فيها الناس بتبقى مولعة كلها، ويجوا لغاية التانجو ويطفوا الأنوار ويخلوا نور خفيف خافت، عشان يعني بقى الناس تحلم وتتخيل إلى آخره. وكان ده بيستلزم إن الآلات اللي بتعزف التانجو مثلا آلات كلها رقيقة جدا، زي الكمانجات آلات وترية وفصيلتها، وزي الأكورديون وفصيلته، ودي كلها آلات رقيقة ولطيفة جدا. حصل مفهوم جديد جدا. دلوقتي مثلا بنشوف ان التانجو بيتوزع بآلات نحاسية، الآلات النحاسية اللي هي المفروض فيها آلات ضخمة عنيفة
بتقول الحاجات العنيفة وبتعزف الجمل اللي فيها حرب وفيها بتاع الآن بتوزعها، فده مفهوم جديد خالص. طب يعني أستاذ عبد الوهاب، إن الأغنية مثلا معناه إن لما يغنيها أكتر من مطرب لازم توزع لكل مطرب؟ هي لا تكتمل إلا بهذا.